ما ادري اذا صوتي بيطلع واضح ولا لا، بس قاعده اصور على السرير لانه لازم اتجهز والبس واروح. هاي جايز، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله انكم بخير وانتم تشوفون الفيديو حق اليوم. طبعا فيديو اليوم فيديو كذا مليان فعاليات، ان شاء الله بيكون فيديو مره يونس. لذلك قبل ما تشوفون فيديو اليوم يا ليت تجهزوا لكم اي شيء تحبون تاكلونه، اي شيء تحبون تشربونه عشان تشوفون الفيديو وانتم فعلا كذا مروقين ومبسوطين. المهم طبعا اليوم يوم الجمعة ورايحة عند بنات عماتي، من زمان ما شفتهم، تخيلوا من يوم ما بدأت الدراسة وأنا لحد الآن ما شفتهم، فأحس إني مرة اشتقت لهم، رايحة لهم اليوم وجايبة أشياء حلوة عشان كذا يصير في فعاليات بيومنا، مو كل واحدة على جوالها. فكل شيء يعني راح يكون موثق لكم في فيديو اليوم، راح تشوفون وش راح نسوي وكذا يعني. المهم قبل ما نبدأ بيوم الجمعة راح استعرض لكم أمس ايش سوينا انا وصديقاتي يوم الخميس. طلعنا من بعد الجامعة ورحنا، المهم ما راح احرق عليكم، فراح اترككم مع يوم الخميس وبعدها نبدأ بيوم الجمعة. نروح نستلم الكتب، فاظني اوريكم كل شيء في مبنى ثاني سويه. الحين رايحين المكتبة. زبدة انه الجامعة ما فيها ولا مخلوق. ما اشوف اقرا كلية الادب، هذه مو كليتنا، بس انها حلوة مرة. المهم خلصنا كلنا محاضراتنا ونطلع سوا، ما ادري عادي يمكن نروح الظهران يمكن انا خيل على حسب. واخيرا زي ما تشوفون وصلنا النخيل مول. انا جايبتهم النخيل اول مرة. شنطنا للجامعة ما شلناها. تم نبدا جايين نبغى نشوف موفي، فنشوف وش الافلام الموجودة الحين. قاعدين ندور فيلم نحجزه، نبغى نشوف فيلم، قاعدين نختار نشوف اعلانات الافلام وبعدها بنحجز. ايوه حطه هنا. ايوه طلبت لي اكل فبناكل. وين؟ زي ما تشوفون طلبت لي شاورما، فيمكن كذا بعد ساعة ونص راح يبدأ في المناء ناكل، بعدها بندور شوي وندخل الفيلم. أشوف قاعدين نتسوق. بنات أنا كل كمامة آخذها تيجي مرة كبيرة. حتى اربطيها من هنا، أنا أشوفها اربطها من ورا. بنروح الحين نشوف الموفي حقنا. زي ما تشوفون اخذنا لنا بوب كورن للفيلم، سو الحين بنروح القاعة. يلا شكرا. خلاص سو يلا الحين رايحين الفيلم. دقيقة، ايش رقم القاعة؟ كم؟ وين اي؟ طبعا صديقاتي قاعدين هناك وهذا المقعد فاضي وانا هنا، يعني عشان تباعد.
You can never go home. Your disgrace is worse than that. هذه اللقطة بكت صديقاتي، مع اني ما اشوف شيء يبكي صراحة. شكلها هديمة احساس. الفيلم مرة جامد. كيف بنات الفيلم؟ مرة يجنن. مرة يجنن. لازم تشوفونه. من جد اسمه مولان، مرة مرة حلو. زبدة خلصنا طلعتنا، خلاص راجعين البيت. جايز زي ما قلت لكم اليوم رايحة عند بنات عمي، فان شاء الله بصور لكم كل شيء هناك. زي ما تشوفون لبست وكشخت وكل شيء، فبروح الحين. شفيني انا منطربة اليوم. تيمو تيمو أريان ترى جاء هذا الحق الآيس كريم. الله ما توقعت شكلها كذا. مرة حلوة. الباب بس قاعون فيه. طب مريم حبيبتي قد طبعا عشان البركة شوفوا هذه منفوخة جاهزة. حاليا راح ننفخ هذه بالمنفاخ انا وريم. سو يلا. واو. زي ما تشوفون ركبوا لنا لالو، صارت جاهزة. طبعا هذه الإضافات كاملة تجيكم مع الآلة، وعلى حسب عدد الأشخاص راح يكون يعني البسكويت على حسب عدد الأشخاص. طبعا بعد ركبوا لنا هذا جهاز الفوم، هو حق الرغوة طبعا، اكيد بنشغله وبتشوفونه كيف. مرة حلو. وهنا عاد المسبح بيكون، فهمت؟ الرغوة بتكون حوالي المسبح كذا. يس كذا وقت ما اشتهينا ايس كريم نروح. الحين بنجرب الايس كريم. ريم قربي. الله. نصلح نكون حقين عربة ايس كريم. والله احد يشتري من عندنا لهذه وحده تاكل. يلا لا ليش حطيتي ذاك؟ حطيتي الفتفت. اشكرك. الله زي البابل، زي ال ايه. ما تبين ايش اسمه. حطي القط طبعا، احس بيطلع حلو. سبته بنروح نسبح. فشلتنا. حلو حلو صح. تترقع شلون افتح بيد مليون؟ طبعا هذا حق شنط. حطته في حلقي. يوم وطني. الله شو الحركات. حطي بعد بستاشيو. ايه بحطها. انت معي كيف كنت تتحكمه؟ تعالي يلا دي جي شغلنا عقالو كاردو ويست. اليوم لازم ما في الحاب دو ويست. يلا نخاف على دوالي. اعطيني ذي اخاف. ما في الا انا وريم قاعدين نسبح. اريان ما ادري ايش فيه، ما تبغى تسبح.
عشان صديقاتها بيجون تبغى تجلس كعشخة، ما تبغى تخرب كشختها. فا يس، طبعا زي ما تشوفون اخيرا اريان اقتنعت، شكل صديقاتها بيسحبوني عشان كذا قررت انها تطب معايا. قررت اني اسبح بعد المسبح، سوينا ايس كريم يامي، خليته صار اثقل هيك صار احلى. ايس كريم ديم يلا. لا انا بحب يلا معنا صورة ب50 ريال. اريام تعالي. يلا اقدر. يس اقدر. يلا بعدين شفتي كيف الفن؟ خلاص خلاص تحمس. يلا الثالث خير، وانا هذا الثاني لذيذ 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 صدق مره لذيذ، حلو الحفلات والعزايم انت واهلك كذا هنا بالحوش تستانسون مره مره صدق حلوة. زي ما تشوفون بعد ما تسبحنا ميتين جوع، فما في الا برجر وفرايز بسي، بنشغل الحين فيلم وناكل ونتفرج. I can't do it. And I don't get why I have to. Jesse didn't finish college. He's the greatest singer ever lived.